خلال حفل رفيع المستوى في فندق فور سيزنز بيروت، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق سيدروس بنك بحضور المسؤولين في المصرف الجديد والمدير التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد، وذلك في 3 أذار 2015. وقد شدد السيدان فادي العسلي ورائد خوري أن الإطلاق يشكل شهادة قوية على ثقة سيدروس بنك بالاقتصاد اللبناني. وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ مصرف سيدروس إنفست بنك على ستاندرد تشارترد بنك شيم ميم لام، وتوفر مجموعة سيدروس خبرة واسعة واستراتيجية متطورة لتقديم الخدمات المصرفية الرائدة للأفراد والمؤسسات.